مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ برنارد، ألا يمكنك أن تتدلى في مكان آخر؟ هاي باج، أنتظرك على الغداء. في الواقع أنا لدي، أنا مشغول بعض الشيء. ماذا؟ سأراك قريبا، أعدك. علي أن أذهب. حسنا، أراك لاحقا. قالت انزل الأمر. لا أصدق أنها قالت هذا. كريبي، ماذا يجري؟ كنت على وشك أن أسألك السؤال نفسه. أنا؟ أنا ما زلت كما كنت سابقا. إلى اللقاء. مرحبا باج. علي أن أذهب. هل قلت شيئا خطأ؟ إن ثوبك قاتم جدا. إنه لوني الأسود المفضل. شكرا. أتنضمين إلينا؟ حسنا، نعم. أنا كريبي. أنا ريفن، ميزر ويسبرز ومورفيوس. إذن أتريدين التسكع معنا؟ بالتأكيد، أقصد بالتأكيد. مذهل. هاي باج، تعرفت إلى بعض الأصدقاء خلال الغداء. أحسنت فعلا، هذا مدهش. سأخرج معهم بعد المدرسة، أتريد المجيء معنا؟ إني مشغول قليلا اليوم. من الجيد أن يكون لي أصدقاء جدد. من انسجام بينهم. نعم، سخفاء. هاي ريفن، إلى ماذا يستمع ميزاري؟ هل سمعت بفريق الصراصير الهساسة؟ إنه الفريق الأشهر، أكثر فرق الروك عنفاً وهمجية في العالم. طبعاً سمعت عن الصراصير، فهي تعيش في منزلي. فريق الصراصير الهساسة يعيش في بيت كريبي. تعرفين فريق الصراصير؟ بالطبع، في الواقع كنا نتعشى معاً في الأمس. أخبرينا ماذا يأكلون؟ أخبرين التفاصيل. حسناً، إرضاؤهم ليس صعباً، فهم يأكلون عادةً أي شيء يجدونه. لقد أحببت كون نجاحهم لم يغيرهم أبداً. كم مرة يتمرنون؟ أخبرينا أين ينامون؟ هل يتشاجرون؟ قولي لنا. نعم، تكلمي إذاً.
حسناً، لم أرهم يوماً يتمرنون وينامون أحياناً في المطبخ، لا يتشاجرون إلا بسبب الطعام. أنا أعرفهم منذ أن فتحت عيني على الدنيا. إن رأينا فريق الصراصير الهساسة لكان هذا أعنف وأجمل شيء على الإطلاق. لم يرهم أحد يوماً، فهم لم يقوموا بأي مقابلة إطلاقاً. عادة أنا لا أستقبل أحداً في منزلي. أرجوك ألا يمكننا أن نأتي؟ أرجوك. في الواقع كان يزورني صديق واحد فقط، لكني لا أظنه يريد ذلك بعد الآن. حسناً، يمكنكم المجيء بعد العشاء وسأقدمكم إليهم. هذا أمر رائع. مرحبا يا رفاق، تفضلوا. واو، في بيتك جو من الحميمية. شكرا، فأمي هي التي تهتم بأمور التزيين. واو، ما هذا؟ لابد من أن عمتي روز جائعة. تبدو مثل أمي تماما عندما تتلقى التقرير المدرسي. اتبعوني، سأخذكم لرؤية الصراصير. لماذا لم تحضر كريبي يوماً أحداً لرؤيتنا نحن؟ ما الذي يميز الصراصير؟ إنها تحس إنها مزعجة. نحن لطفاء. نعم صحيح. هل الصراصير الهساسة تعيش في الأسفل؟ نعم، فهي تحب الظلم. هذا منطقي. أياً يكون، يا شباب، هل أنتم مستعدون لرؤية الصراصير؟ أمهلين ثانية واحدة. من الأفضل أن ندخل والمكان مظلم، فهي تخاف الضوء. نعم، فهذا ما أراه. انتبهوا لخطواتكم. هل نعرف عن أنفسنا؟ أنا ريفن، وهذا ميزر ويسبرز ومورفيوس. أجل، إننا أكثر المعجبين بكم. لا أستطيع أن أرى شيئاً. وأنا أيضاً. كريبي، هل أنت صادقة؟ انتظروا، ما كان هذا؟ ما كان هذا؟ لا أعتقد أنه يوجد أحد هنا يا ريفن. هل تمزحين معنا يا كريبي؟ ماذا؟ أنا لا أمزح أبداً. أنتم قلتم إنكم تريدون رؤيتها. ها هي الصراصير الهساسة. ميزرين. هذا ليس رائعا أبدا. يبدو أنهم أحبوكم. لا بأس كريبي، فنحن أصدقاؤك. ما الذي تفعله أنت هنا؟ مرحبا كريبي، لدي هدية لك. قدمها إلى أصدقائك الذين تفضل البقاء معهم. أنا هو صديقك، واليوم نحن نحتفل بذكرى لقائنا الأول. أنا لم أكن أحاول تفادياك كريبي، كنت أحتاج للوقت لأحضر لك هديتك. إنها ساعة الحائط، لاحظت أنه ليس لديك واحدة. إنها أعنف وأجمل شيء. بالتكلم عن الغرابة، هل سمعت أسطوانة فريق الصراصير الهساسة الأخيرة؟ نعم، فأنا أستمع إليها طوال الوقت. ما؟
أفضل رفقة الأصدقاء، معا نكون السعداء، نمرح ونمضي أفضل الأوقات. هيا نستلقي ونراقب السماء، نشاهد الاستعراضات في كل الأمسيات. ما أفضل رفقة الأصدقاء، معا نكون السعداء. هذه الصراصير الهساسة لا تفكر، بل تقوم بحركة لا إرادية كي تتنفس، فهي تدفع الهواء عبر فتحات في جوفها. لن أخبركم أنا كيف أتنفس